ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل كده اكله خفيفه حلوه تعجبكم. اول حاجه طبعا هنبدا فيها فلفل رومي احمر، هنقطعه شرايح. كده يا جماعة انا قطعت طبعا الفلفل شرايح، هحطه طبعا عشان يتشوي، وهحط 5 فصوص ثوم. طبعا هو محتاج زيت زيتون، بس انا هحط له زيت عادي، لو عندك زيت زيتون حط. وبكده بقى هدخله يتشوي قبل ما اقطع البطاطس معاكم. ابدا اقطع البطاطس مكعبات، انا طبعا بوريها لكم عشان جربتها قبل كده كانت لذيذه قوي. طبعا انا سايباها بقشرها عادي، بس طبعا انا غسلت البطاطس حلو بالليفه، كمان جايبه ليفه للحاجات دي، فانا احب ادعك الخضار او الفاكهه بليفه معينه. وبكده بقوا مجهزين، هروح اسلقهم. عقبال ما البطاطس تستوي بقى انا حطيتها تتسلق، هنعمل الصوص معانا. طبعا الفلفل اللي انتوا شفتوه ده بيتشوي، هو والتومه. هنحط جبنه شيدر، طبعا 3 عين جمل، نص معلقه ملح، ومعلقه بابريكا، مايونيز معلقه برضو، نص معلقه زيت كده صغيره. طبعا الصوص كده بقى جاهز معانا، والبطاطس طبعا انا عينتها من السلق، وادخلها في الفرن كده تتشوي شويه تحت الشوايه. قبل ما ادخلها اضغط حاجه بسيطه كده، وبكده هي كده بقت كريسبي وجاهزه معانا. انا لسه مطلعاها من الفرن، هحط طبعا الصوص اللي انا عملته. اخر حاجه بقى هنزل بالصوص اللي انا عملته في الاخر. وبكده بقى جاهز معانا، ويا رب يعجبك.